في فرق بين الألم والمطوة. الألم فوق دماغي، انتقد كما تشاء، اللي انت حياتي الخاصة من حقك تنتقدني فيها، لان انا راجل عام من حقك تنتقدني حياتي الخاصة، عملي العام انتقدني فيه، حضرتك هتنتقدني فوق دماغي، بالعكس انت لما بتكتب صح انت بتنور لي الطريق. انما لما تقول عليا كلب بعوي ده نقد، لما تقول عليا نصاب وبلطجي ده نقد، لما تقول عليا نفتوه ومجرم ده نقد. انا بحترم صالح سليم، بحترم اسرته حتى بعد وفاته، اكرامي ده عندي على طول في مكتبي وانا محامي، قلت محمد عبد الله على طول انا محامي قاعد في مكتبي. انما اللي فاكر نفسه انه بيدافع عن النادي الاهلي بالشتيمه ده بيسيء للنادي الاهلي. كلمني السيد وزير الشباب امبارح وكلمني الاخ سمير زاهر على القعده بيني وبين الاخ محمود طاهر، قلت له انا ما عنديش مشكله ولا مش خسران حاجه باللي بيكتبوا مجله الاهلي واللي محسوبين على النادي الاهلي بيكتبوه في الاخبار اليوم او في الجمهوريه. الاجتماع الاخير احنا ناقشنا الموضوع تاني كله من جلده للجلده وعرضناه تاني. لو كان اتحاد الكره حضر والنادي الاهلي حضر وعرض وجهه نظره في موضوع الهبوط كان ممكن احنا خدنا بيه. ومع ذلك في فرصه اخرى، في اجتماع قادم باذن الله في مدينه الاسماعيليه في نادي القناه، هيجي اتحاد الكوره وهيجي نادي الاهلي يشرفنا ويعرض وجهه نظره. لو اقنع المجموعه كلها انا اول واحد هقول انا مع الهبوط. بقول ده من راي العام كله اهو. لو ما جوش هنعيد نظر الموضوع تاني، لو ما جوش واللجنه خدت قرار ولا الجن الازرق هيقدر يلغيه واحنا متفقين. لو قرار نهائي وصمم اتحاد الكوره على عكس لجنه الانديه مفيش حد هيلعب في الانديه دي كلها. جماهير الزمالك قلقانه من كلام ان في بعض الصفقات كانت تفشل، بعض الصفقات مهدده بسبب تعنت بعض الانديه. جميع الانديه الداخليه، الشرطه، طلائع الجيش، كل الانديه المحترمه اللي اتفقنا معاها تعاقدنا معها ودفعنا الفلوس. مش انا اللي قرر ابراهيم سعيد يلعب ولا ما يلعبش، مش انا خالص ولا عمرو زكي. مين اللي قرر؟ بالظبط. واحمد حسام مش هيجامل اي حد لان هو في النهايه هو اسمه هو المسؤول. عشان انا بعرف بعض المواقع وبعض الاخوه الواد بتوع الالتراس اللي زعلانين وما دخلوش النادي امبارح، مش هدخلك، خايف عليك. ليه خايف عليك؟ لان مدرجاتها تقع لو دخلت ومت، انا ابقى مسؤول. ادي واحد. اتنين، انت عندك ماتش مهم جدا جدا بتاع مازيمبي، اللعيبه تركز في الكوره ولا تركز في الهتافات؟ يا عمرو تعالى، يا علي تعالى، الكلام اللي احنا بنشوفه طابلو الزمر. لا انا مش عايز الكلام ده، انا مسؤول عن المؤسسه دي. وبعدين الاستماره خلاص يا جماعه بتاعت الجماهير انطبعت وهتتوزع على جميع الانديه، اتطبعت وتوزع على جميع الانديه. استماره حضرتك فيها بياناتك كلها بصورك، حضرتك بالاستماره دي هتاخد بطاقه عضويه جماهير. سن 29 برضه يا ست مصطفى؟ لا في السن يا بيه، كله في السن، كله يعني مفتوحه بيه. خلاص يعني مفتوحه خلاص. حضرتك هتخش بالبطاقه دي تشتري التذكره من جوه النادي، صورتك قدامي واللي هي اشترى التذكره قدامي والكرسي بتاعك مرقم. دخلت 5000 الاولانيين عدينا هيبقى 10، عدينا هيبقى 20، عدينا كل جماهير تخش. ودي بقى مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الجماهير مش مسؤوليه انا.